السلام عليكم خوتي من السيارة تاع الوالد، نحييكم ونقول لكم سمحوا لي على الغياب. اليوم الفيديو ماشي من المكان المعهود، اليوم فيديو من المكان عند غروب الشمس خوتي خواتاتي، نظرا لظروف العمل طبيعة الحال هذه السيارة تاع الوالد، والحمد لله ربي خلينا في الوالد ان شاء الله. لكم الحكايه تاع اليوم خوتي خواتاتي، ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي. الحكايه كامله بدات خوتي خواتاتي، كنت في الغربه سنه 2017، اللي ما يعرفنيش رحت الغربه، رحت قريت سنه في فرنسا، قريت تخصص اللغه الانجليزيه، درت فورماسيون تاعي ورجعت لبلادي. خلال هذه السنه درت معارف كبار، درت معارف بزاف يعني صراحه. سنه كي تكون في الغربه وتكون وحدك يعني اوتوماتيكمون تحتك بزاف مع الناس وتحتك بزاف مع الغاشي. ورمي هذا الناس والغاشي اللي احتكيت معه هو واحد الاخ اللي رفض باش نذكر اسمه، رفض باش نذكر يعني كاع حكايتنا، ولكن يعني قنعته بالصماطه تاعي، يقول لك حنا عندنا واحد مثل صامت يغلب القبيح، يعني فرضت عليه، ماشي فرضت عليه وانما كثرت عليه يا فلان نحكي حكايتك، يعني قال لي احكي ولكن ما توريش وجهي وما تذكرش اسمي. قلت له داكور معليش ماشي مشكل. الحكايه كامله بدات، كان كاين اسواق في مدينه باريس في فرنسا، كاين واحد الاسواق يبيعوا فيها يعني لاكاس، يبيعوا فيها هواتف ممكن تكون خاسره، يبيعوا فيها كاميرا ممكن تكون خاسره، لباس ممكن يكون مستعمل الى اخره. كنت نروح لهذو لي مارشي، انا كنت نروح لهذ الاماكن علاش؟ باسكو كنت نحوس على عمل، نبغي يعني نخدم في هذه التجاره الى اخره. من جهه تتعلم التجاره وتتعلم هذه الحرفه، ومن جهه واحده اخرى يعني تسيب ديزوكازيون ممكن تشري وتعاود تبيع الى اخره. المهم بين هذ الناس اللي كنت نروح عندهم وكنت نترد عليهم وديما كنت نشري عليهم واحد السلعه ونعاود لها البيع، وهذا الانسان اللي هو من دوله المغرب وانا جزائري بطبيعه الحال، وكاين بزاف مغاربه وجزائريين في باريس وخاصه في هذا المارشي، كاين بزاف مغاربه وزيد كاين المصريين، يعني كاين المصريين بزاف. واني شافي كنت يعني كي نروح مع صديق تاعي سمعهم يهضروا هذيك المصريه باللغه الفرنسيه، يعني مزيج خلوطه على كل حال. هذا الانسان هذا المغربي هذا كنت نشري عليه واحد البرودوي من ليزاكسيسوار تاع الهواتف، كنت نعاود له البيع، كنت نشريه بسعر رخيص صراحة، كنت نشريه بأرخص ما يمكن، باسكو في فرنسا جينيرالمون لي زاكسيسوار تاع التليفون كاينين في الحوانيت وفي لي ماكازان إلى آخره، وفي هذ لي ماكازان في الحوانيت بهم سعر غالي، تسيبهم سعر غالي وأوتوماتيكمون ما تقدرش تعاود لهم البيع، تعاود لهم البيع يعني لازم تزيد البري الفايدة تاعك باسكو راك فاهم. المهم التجارة هذيا شاري بأرخص ما يمكن، كنت نعاود نبيع بواحد السعر يعني صراحة كنت نمشي حالي يعني بطريقة رائعة. هذا الإنسان هذا يعني حتى يعني تكونت علاقة معه وصداقة معه ولا صديق، يعني وليت نهضر معه ونتصل به في الهاتف إلى آخره، وهذا الانسان ما عندوش الوثائق تاعو، بينما انا كنت الحمد لله بالوثائق يعني كانت عندي، يعني المهم الوثائق اللي نسيركل بهم قانوني، كنت قانوني 100%. هذيك فتره البقاء تاعي في فرنسا لمده سنه كانت قانونيه، بينا وهذا خونا هذا يعني كان بدون وثائق وكان قديم عليا في تلك المنطقه، وكان تلك الفتره يعني فتره نهايه السنه، وفي نهايه السنه ديما يكون الضرب ويعني المشاكل الى اخره، خاصه على الحراقه ديما يخرجوا ذوك الاشاعات الى اخره، يعني على الحراقه رايحين يخرجوهم رايحين يدوهم الى اخره. ولكن يعني انا كنت واحد الخطره كنت نتردد على واحد المقهى يعني قريب من ذاك المرشي، حتى نسمحهم يهضروا ناس يعني اللي عندهم وثائق اللي ساكنين فيما كم صاحبين ناس ما عندهمش وثائق، يعني قال لك باللي داو كوطا كبيره داوها للسجن، ما قالوش باللي هبطوها، داوها للسجن من ذاك المرشي يعني في لادات الفلانيه وفي التاريخ الفلاني. يعني انا بقيت مركز مع ذاك الكلام، ومن بعد دخلت يعني في الحديث هذا، قلت لهم يعني ما بداو التطبيق في هذا الكلام، يعني باسكو جينيرالمون في فرنسا كل سنه كان هذاك الكلام تاع يهبطوا الحراقه، يهبطوا الحراقه. يعني شوفوا خوتي انا نحكي لكم وانا نشوف واحد المنظر، يعني شوفوا الشمس هنا في الروتروفيزور خوتي خواتاتي فريمون راهي غوز. هذا اللي يجي قلت لكم باللي هذاك النهار في القهوه هذا قال لك باللي صح بدا يعني في تطبيق القانون هذا، بداوا في تطبيق القانون هذا ويعني صاغي كول با. ومن هذوك الجماعه انا كي رحت المارشي بطبيعه الحال شفت الاحوال يعني ماشي كما كانت من قبل، يعني كان نشاط، كان ناس عادي تلقى روحها الى اخره. كي دخلت المارشي هذاك صبت باللي من هذوك الناس اللي كانوا غايبين كان هذا الانسان اللي كنت نشري عليه انايا هذا لي زاكسيسوار تاع الهواء. ومع الوقت يعني انا رحت هذاك النهار، رحت قلت بالك ممكن راه في السجن الى اخره، ومع الوقت عاودت رجعت يعني لهذا المارشي، يعني انا نخدم على راسي يعني نخدم روحي وفي نفس الوقت يعني نبحث على هذا الصديق. يعني كي ما لقيتوش بطبيعه الحال بداوا الاسئله يتراودوا، بداوا الاسئله يتكرروا عليا وتكثروا، يعني وليت نسقسي واحد الاسئله وليت نقول كيفاش وعلاش، هل من المعقول يكون نزل المغرب الى اخره، باسكو صوني في التليفون اوكين ريبونس. وزيد كاينه حاجه يعني كي تكون تتصل يعني بانسان بدون وثائق في الغربه يعني تولي خايف، وممكن يكون مشكل، ممكن تكون سرقه الى اخره، ممكن كي تتصل انت تولي امبليكي في هذه القضيه لانه القانون فماك، وزيد انا اسمي الاول محمد، يعني تخاف شويه على روحك فاهم، تخاف هذه الامور وتشك في هذه الامور. صراحه يعني ما بقيتش انا نتصل كل وقت، يعني بقيت نتصل من الطاكسي فون، بقيت نتصل من الهواتف يعني ماشي تاعي، يعني المهم حاولت بكل الطرق يعني كيفاش ندير باش نبدا نخدم. ولكن لسوء الحظ غيرت المعامل تاعي وغيرت المتعامل تاعي، يعني صراحه هذاك الانسان في كي غاب يعني كان بيني وبينه دين، كان بيني وبينه دين، وكان بيني وبينه يعني واحد المبلغ
يعني لاباس به بالاورو. يعني راح نقول لكم المبلغ صراحه 250 اورو، يعني كان بيني وبينه 250 اورو كان لازم عليا انا نعطيها، لانه هذاك النهار اللي رحت انا ندي السلعه ما كانش عندي دراهم، ما كانش عندي اموال، كانت عندي الحجه تاعي، يعني كان عندي سبب، وبسبب ذلك الامر ما عطيتلوش اموال تاعو. الانسان هذاك يعني راح بيناتنا خدمه في نفس الوقت، بيناتنا صداقه، وفي نفس الوقت بيناتنا دين، يعني بيناتنا اموال لازم نرجعهم له، يعني هذا الحق تاعو. وانا صراحه الحمد لله ما عنديش هذيك العقليه تاع من الدين ننساه والدين ما نحاسب. نو خوتي، بالوثائق تاعك، بدون وثائق تاعك عندك حقك عندي تديه ان شاء الله ربي سبحانه. يعني ما يبغيش هذا الكلام هذا، باسكو كاين بزاف ناس يشوفوا ناس ما عندهمش الوثائق ياكلوا لهم حقهم، وهذا واقع. والحراقه اللي يشوفوا هذا الفيديو يعرفوا هذه الحكايه اللي راني نقولها خوتي اخواتاتي. مشت لي ايام وداروا الاسابيع وداروا الشهور، انا كان عندي هاتف سامبل، ما كانش عندي هاتف يعني في انترنت، ما كانش عندي هاتف قوي صراحه. الهاتف اللي كان عندي السعر تاعه ما يتجاوز 20 اورو، كان عندي هاتف ضعيف. ودارت لي ايام وشريت هاتف انا جديد، شريت هاتف جديد ودرت واتساب، وقلت راح نحاول يعني نكونتاكتي هذا الانسان بكل يعني الطرق باش نشوف وينه اخباره وكيفاش يعني وعلاش. لانه صراحه انا ما كانش نعرف المحيط تاعو، نعرفه بلي من المغرب من المغرب، ولكن ما نعرفش المحيط تاعو، ما نعرفش شكون هما فاميلته، شكون هما اصدقائه الى اخره. المهم في المارشي يعني هذوك الناس وذيك الجماعه اللي كنت يعني نتردد عندها كامل ما وليتش نشوفها. اوكي، رحت انا كي درت التليفون فتحت ابليكاسيون تاع واتساب، واتساب ما كنتش نخدم به، فتحت هذاك الواتساب، كريت كونت برقم الهاتف تاعي يعني اللي كان عندي رقم فرنسي الى اخره، يعني حتى نصيب في لي كونتاكت الرقم تاع هذاك الانسان اللي كنت مونجستري عندي. هذا الانسان اللي راهي الحكايه تدور عليه كان مونجستري عندي وفي الواتساب، يعني كان عنده رقم واتساب، ودخلت عنده بعث له ميساج. وكي بعث له ميساج نتفاجئ بعد مده قصيره برك يعني عدد كبير من الرسائل وصلوني لي ميمو، يعني ميساجات يعني فوكال، مازال عندي الميساجات لحد الان في التليفون. وصراحه كانت فرحه ما تصوروهاش، وانا يعني ما كانش محتاج نتاكد من الهويه تاعه ولا نسقسيه اسكيو صح انت فلان، لانه يعني بمجرد سماع الصوت تاعه راني عرفته هو يبعث الفوكال، يعني الفوكالز ما يكتبش، يبعث غير الفوكالز. وقال لي زينو تم، يعني راني يعني نزلت راني في المغرب وراني في الدوار اللي ساكن فيها انا، و قال لي باللي الحال يعني الحمد لله برغم اني هبطت يعني الظروف ما راهيش متدهوره ولا ما الحمد لله، قال لي هبط لي وراني الحمد لله بخدمتي وبحرفتي وتجارتي وما عنديش مشكل، قال لي ولكن راح نرجع ان شاء الله، راح نرجع لفرنسا بطريقه او باخرى. معليش ما كتبش الله عز وجل انه نتلاقاو، قلت له الدين تاعك راه عندي، قلت له عند الله، قال لي روح زين اخويا، قال لي راك مسامح، قال لي لا ما كتبش الله، قال لي راك مسامح دنيا واخره. قلت له ما يمكنش اخي، مستحيل. سنه 2018 انا رجعت للجزائر، سنه 2018 منتصفها انا رجعت للجزائر، وكي رجعت للجزائر بقيت تواصل مع الاخ هذا. الاخ هذا قال لي عندي لك مفاجاه، قال لي عندي لك سوربريز، قال لي نتمنى انها ان شاء الله تكون يعني صراحه، قال لي نتمنى انها تكون تفرح. طبيعه الحال اي واحد عرف ناس في الغربه ولا دار علاقات وصداقات مع ناس في الغربه يتمنى انه يعاود يشوفهم، وانا من هذا يعني من هذه الامنيات ومن هذا الاماني اللي كانوا عندي. اسمح لي تشوف دقيقه، وانا واحد من الناس يعني لي كونتاكت تاعي كامل اللي عرفتهم في الغربه يعني كنت باغي نعاود نتلاقى بهم صراحه. لحد الان مازال عندي واحد الناس باغي نعاود نتلاقى بهم ان شاء الله اذا قدرنا الله، يعني ما كاش غير هذا الانسان المغربي، كانوا عندي حتى ناس من تونس يعني نعرفهم، كانوا عندي ناس من مالي، ناس مالي صراحه، حتى الناس من اطيب الناس. المهم هذا الانسان هذا بالذات جا هنا للجزائر، كان خدام هنايا في المهنه والحرفه تاعو اللي هي لا فينيسيون دال دو سول فايونس الى اخره، والتقيت به يعني بعد مفاجاه تاعو التقيت به وما توقفتش هنا العلاقه الحمد لله. يعني اللي كان بيني وبيني كل شيء صفى الحمد لله، وفوق ذلك يعني عرض لي الخدمات تاعو، قال لي نخدم لك دار مجانا. والله العلي العظيم يا خوتي غير ما تصدقوش، يعني العلاقه هذه اللي بدات من والو، بدات بتجاره وما يعرفش اصلي، ما يعرفش فصلي، وما يعرفش امي، وما يعرفش ابي، ما يعرفش العائله تاعي، وانا ما نعرفش اصله، ما نعرفش فصله. وتعاملنا وكان بيناتنا دين، وتلاقينا بعد اشهر، راح نقولها بعد تقريبا سنتين ولا، ويعني الحمد لله القلوب صافيه. وحتى على هذاك الدين يعني ما بغاش يشد الدين هذاك، ما بغاش يشده، يعني كي رجعت له هذاك الدين ما بغاش يشده، ولكن الحمد لله يعني تصفينا وعادي. وزاد عرض لي الخدمه تاعو، قال لي نخدم لك دارك لا فينيسيون كامله مجانا. ومازال حد الان هو هنا في الجزائر يخدم لا فينيسيون، راه في واحدة من الولايات تاع الغرب، يعني بيان سور احتراما للراي واحتراما للحريات الشخصيه، قال لي ما تذكر ولا معلومه عليا. انا نشكرك الاخ تاعي هذا الفيديو على كل حال، ونوجه رساله لكاع الناس اللي راهم يسبوا في بعضهم بعض بين الجزائر والمغرب، نقول لكم ربي يهديكم، خاصه الناس اللي في الغربه. الحمد لله يعني كي تكبروا وتعيشوا وتشوفوا وتعاشروا ناس، تعرفوا باللي ماشي حق عليكم تحكموا على ناس بهذه الطريقه، يعني حتى تعاشروهم. الشعب المغربي اخ الشعب الجزائري، وفي نفس الوقت يعني الناس هذو اللي هم
اللي يقودوكم باش ديروا هذا السبان والشتم من اخره هم ناس عندهم مصالحهم الخاصه. ديما نقول لكم هذا الكلام، ربي يهديكم خوتي خواتاتي، وتفكروا باللي يوم تسالون عند الله عز وجل تحت القبر راح يقول لك علاش سبيت اخوك المغربي ولا علاش سبيت اخوك الجزائري، راح تجاوبوا تقولوا ببساطه بسبب الكسكس ولا بسبب القفطان ولا بسبب الشوربه ولا بسبب الحريره. ربي يهدينا خوتي خواتاتي، حنا كاع الناس اللي جاهلوا هذا الامر نجاوبكم يعني بطريقه عامه، حنا كاع بلاد وحده، الجزائر والمغرب وتونس كانت بلاد وحده، يعني تفرقتنا جغرافيا فقط ولكن ان تقريبا نفس العادات ونفس التقاليد وان نفس الدين الحمد لله ونفس الاغاني والحمد لله يا رب. واللي ما بغاهاش عز عليكم، وديما زينوا يا مرشدي حاضر كونتركم، وان شاء الله خوتي خواتاتي الحق الوقت وين يبان الحق ويزهق الباطل ان شاء الله. وانا يعني كنت جزائري ولا مغربي راك في القلب، ولا تونسي راك في القلب، مهم انت خويا مسلم، خويا مسلم اختي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.